الفجيرة وفريق الأهلي المصري. أول الأهداف مشاهدينا الكرام في بداية الشوط الأول عن طريق إسلام محارب. انتهى الشوط الأول بهدف دون رد. في الشوط الثاني مشاهدينا الكرام تابعنا 4 أهداف، حسام غالي يسجل ثاني أهداف الأهلي المصري وبطريقة جميلة ولا أروع. أما ثالث أهداف منتخب فريق الأهلي المصري مشاهدينا الكرام أيضا إسلام محارب يسجل هدفه الثاني في المباراة بعد هدف حسام غالي، وهو كان الهدف الثالث بالنسبة لفريق الأهلي المصري. دانيلو مشاهدينا الكرام سجل الهدف الوحيد لنادي الفجيرة في هذه الاحتفالية مشاهدينا الكرام، وكان ذلك في الشوط الثاني. أما إسلام محارب مشاهدينا الكرام يسجل الهاتريك والهدف الثالث له في هذه المباراة والهدف الرابع لفريق الأهلي المصري، وكان آخر أهداف هذه المباراة عن طريق إسلام محارب.